العربية، ادي خط السير العربية اللي بتخش بالقاهرة. شوف حتى بتاع خط السير كده. طب انما عايز حد يصورها لي هنا عندنا صورها يعني. مكان التصوير هنا عند الاستاذ صلاح قلنا بس التصوير بقول لك صار. انا واحد من الناس اللي مسكني معايا ثلاث سواقين، انا واحد من الناس اللي كلمته كويس وبقول له الرحمه فوق القانون الرحمه، احنا سواقين على الله بنطلع نجيب قطع عيالنا يوم بيوم. الرأفة فوق القانون، وانت حضرتك رزوت مباحث بتاعي لفظ لفظ من بقه. انا يا سواق الراجل متعلم، كلنا بشهادات، اقل واحد فينا معاد اليوم ومعاوم وكل يوسف، فلفظ لفظ من بقه. احنا انا واحد عمري ما اقوله في الشارع، لما يزود مباحث يحلف عليا بالطلاق يا سواقين بنها انا هعمل واسوي فيكم، ويمسك السواق بالبنيات والاقلام والامناء الشرطه اللي معايا سته، كل واحد جسمه قد كده، ويشيلوا السواق يرموه في العربيه. اللي اعترض ان هو سيب العربيه، اللي اعترض يديله المفاتيح والرصد يديله وشيله وشيله، لان انا كنت معاه. او يقول ليه مثلا وخد القطميه، خد العربيه والقطميه، هو اللي سايق العربيه بتاعتي بنفسه، وكل امين شرطه سايق العربيه بنفسه. سواق زميلي مد ايده من الحديد كده بازازه الميه في عز الحرب، قال لي روح له انا حبسك معاهم. شوف البني ادم او روح البني ادم. قلت له الرحمه فوق القانون يا باشا. قال لي هتمشي ولا احبسك معاهم؟ في اوضه الكلاب. لما بني ادم بيعامل بني ادم بالطريقه دي يبقى ظابط مباحث ازاي؟ الثوره قامت على مين؟ قذر قذر فوق ما تتخيل. وانا مصور يا باشا، انا مصور محضري طول كامل من اول ما رحت النيابه، الفلوس اللي دفعتها في العتبه نيابه مرور العتبه، والوداني تاني مرور عبود دفعت 500 جنيه، وفي العتبه دفعت 850 جنيه، ووقف حالي 7 ايام، وبعد كده دخلني فحص عربيتي فيها رخص سليمه وانا معايا رخصتي سليمه وعربيتي رخصتها سليمه وسيرفيز احمد حلمي، والمحضر ما يعمل واخد من احمد حلمي يعمله لي في رمسيس. من السواقين بخطوط السيره خط السيره ماشي، والنبي وزع هتجيب لي المحضر ومعاها الورقه دي.